أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مضي المجلس النيابي بتشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل كأن انعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية. وذكر الحلبوسي في كلمة له أمام المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بشأن فلسطين، ذكر أن وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفا عربيا يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين، لا سيما بعد أن بلغ التصعيد ماديات لا يمكن السكوت عنها أو الإهمال فيها أو التأجيل والتأني بصددها، خصوصا أن دورة الانعقاد الطارئة هذه تتزامن مع أحداث الأرض المحتلة الأخيرة والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني. سجل اعتراضي على ذكر اسم دولة إسرائيل في البيان. احنا كعرب نبحث عن حقنا في إقامة دولتنا العربية في فلسطين، لذلك لا يجب أن نضمن اسم إسرائيل كدولة. أطلب من حضرتك ومن اتحادنا أن يتم الإشارة إلى إسرائيل بالكيان الإسرائيلي المحتل، وهذا سبب أن طرحناه في جلسات سابقة للاتحاد البرلماني العربي. لا وجود لا اعتراف بهذا الكيان الغاصب المحتل، ويجب أن يكون أو يجب أن تضع المسميات بشكلها الصحيح وبشكلها الدقيق اللي يعبر عن إرادة الشعب العربي بالكامل. الأمر الثاني، لم يتضمن البيان الإشارة إلى قرار مجلس النواب العراقي بالمضي بتشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وهذا بحد ذاته هو رسالة تضامن مع الشعب العربي الفلسطيني. أرجو أن يتضمن ذلك في البيان الختامي.